ويأتي الاضطراب المتصاعد في أوضاع العالم، وتعاظم الفساد والظلم في الأرض، وعجز كل الحلول الأرضية ومختلف القيادات من دون المعصوم عليه السلام عن معالجة الأوضاع المتدهورة وإنقاذ العالم، وما عليه قوة الأنظمة الطاغوتية المتغطرسة الهائلة، والتضارب الواسع في فهم الإسلام في بعده السياسي، وتعدد اللافتات والأحزاب والزعامات الإسلامية الهزيلة المتضاربة، وظهور إسلام دموي لا يفرق بين مجرم وبريء، وبين بالغ وصبي ورضيع، يظهر الإسلام بمظهر الهمجية والعدوانية والانفلات، ويقزز منه. يقابله إسلام من صناعة غربية تشوه الإسلام وتحوله إلى وسيلة للتمدد الطاغوتي. يأتي كل هذا مع الالتفات إلى ضرورة بقاء الدين وحتمية وجوده في الأرض، واستمرار الحجة لله على الناس ليؤكد قضية الظهور وحتميتها. خيانة للدين وخيانة للدين والإمام الحق، نعم، ويمثل موقف التراجع عن الإسلام في محتوى الذات والسلوك الخارجي والأوضاع على الأرض خيانة للدين والإمام الحق، وحربا لهما وعرقلة ليوم الظهور ونجاحاته. والمرتقب لأي تراجع في مستوانا الإسلامي على أي بعد من أبعاد الفكر والسلوك والأوضاع، وأي انتكاسة في أي مجال من هذه المجالات، أن تحدث تراجعاً هائلاً عن خط الإسلام وخط الإمام عليه السلام في حياة الجيل اللاحق. انطلق الحراك الشعبي من معاناة الظلم والخوف والحرمان والإذلال والتهميش، لم ينطلق من فراغ. الحراك خلص الشعب من روح الخوف، أما أسباب الخوف فقد ازدادت. زاده إصراراً على العزة واسترداد الحق والاعتراف بالقدر، ولكن سياسة الإذلال وسلب الحقوق والاستخفاف بالقدرة قد وصلت إلى مستويات متجاوزة جداً على يد السلطة، والحرمان قد تصاعد والإقصاء قد تزايد. وكلما تمضي شهور أو أيام من عمر الحراك يزداد تعنت السلطة والإمعان في المواجهة الشرسة للشعب. كان الرصاص المطاطي والإنشطاري وقذائف الغاز السام تتوجه إلى صدور ورؤوس ووجوه المطالبين بالعدالة والحرية بحجة الخروج في مسيرة لم يخطر عنها، وإن كانت سلمية وتعيش حالة الانضباط. أما اليوم فكل ذلك يتوجه إلى رؤوس وصدور ووجوه من يشارك في مسيرات سبق الإخطار عنها، ويستهدف قادة الجمعيات السياسية بصورة متعمدة. وصار لا مكان لأي مسيرة وأي اعتصام وأي تجمع للمعارضة، وأن كل ذلك تنفيه المصلحة الأمنية، ولا يشفع له التزام السلمية ولا أقصى درجات الانضباط. وهذا يعني غلق باب التعبير عن الرأي بصورة نهائية، ولأن استجابة ذلك ولأن استجابة الشعب لهذا المطمع مما تعرف السلطة جيدا أنه أصبح من المستحيل، فيكون الهدف مزيدا من حصد أرواح الأبرياء من أبناء الشعب، ومزيدا من الاعتقالات ووجبات التعذيب والتنكيل ونشر الفوضى ومواصلة مسلسل المحاكمات الجائرة والعقوبات المشددة. وفي ظل هذا التوجه الأمني العدواني الشرس، كيف تحتمل الجدية فيما يدعى من تقديم بعض الشرطة إلى المحاكمة؟ هذه دعاوى لا تعدو كونها من الدعاية الإعلامية لتلميع السمعة الأمنية المنهارة للسلطة، وإلا فكيف تحاسب قتلة الشعب من جهة، وتطلق اليد لقوات الأمن من جهة أخرى بأن تمارس حريتها كاملة في الفتك والقتل لأبناء الشعب،
وتصويب أنواع السلاح القاتل للمسيرات السلمية من مسافات قريبة، وتوجيه القذائف القاضية على رؤوس المستهدفين من الرموز وقادة الجمعيات بصورة متعمدة. هل يجتمع الأمران؟ لا. وإذا كان لمحاكمة الشكل وإذا كان لمحاكمة شكلية أن تطالب شرطيا أو معذبا من أو معذبا منفذا فإن المسؤولين الرئيسيين عن التعذيب والقتل لا يمكن أن تطالهم محاكمة أو يمسهم قانون. إن اختيار السلطة للحل الأمني وتشديد القبضة الحديدية وحصد مزيد من أرواح الأبرياء من أبناء الشعب ومضاعفة خسائره وآلامه لا يمكن إلا أن يرفع من مستوى قناعته بمواصلة حراكه السياسي وسفه التراجع ليعود إلى وضع أسوأ من سابقه وأشد قهرا وتهميشا وإذلالا وأفتك به. ولا يمكن إلا أن يباعد المسافة بين الطرفين ويضيف إلى العلاقة بينهما تأزما إلى تأزم وسوءا إلى سوء، ولا يبقي شيئا من الثقة إلا أتى عليه ونسفه. فإذا أرادت السلطة أن تبقي شيئا من الثقة بينها وبين الشعب وألا تؤزم الأمور أكثر فأكثر، فعليها أن تسارع إلى الإصلاح. وإذا كانت ظروف الظلم والحرمان والتهميش والقهر والإذلال هي التي دفعت الحراك الشعبي ولم تسمح بتوقفه، وإذا كانت المبالغة في القسوة التي واجهت بها السلطة هذا الحراك والعقوبة المشددة التي مارستها في حق الشعب من أجله يدفعان بقوة للإصرار عليه للتخلص من الظلم والقهر والعنة والإذلال والشدة، ويمنعان من أي تسوية لا تحل المشكل، فإن وجود الرجال الأحرار الأبات الأبطال المضحين من أبناء الشعب في سجون السلطة ظلما وجورا من علماء أجلاء ورموز سياسية أوفياء وشباب غيارى ذكورا وإناثا، وكل ذنبهم أنهم قالوا كلمة الحق ودافعوا عن هذا الشعب وطالبوا بحريته وعزته وكرامته، ليحيلوا أن يصدق إصلاح أو تتم مصالحة وهم مغيبون في سجونهم، ويحيلوا أن تهنأ للشعب حياة أو يغمض له جفن أو يخفت له صوت أو يبخل بتضحية وهم قابعون وراء القضبان. لا، لن يضحي الشعب ولا بواحد من سجنائه شرفاء، ولن يتنازل عن حريته ولن ينساه.